مازال الحال حبينا نديروا فقره جديده وهذه الفقره هي الاخبار، والان حان موعد الاخبار تاع مازال الحال. مشاهدينا الكرام، راكم تشوفوا في الجزائرية وان، والآن نبدأ الأخبار بالدرجة مع الزميل يونس كلونداري. السلام عليكم، في أخبار دارجة مباشرة من قناة الجزائري وان. وراه الكاميرا يا هذا، وراه المخرج هذا سعادة، ضربوني هنا يا خلار، ضربوني يدخل لهم الأخبار في الشارع، ضربوني ما فهمت. نبدأ بالأخبار معاك يا فهمونا يا من سعادة، هذا تاع الزمر مخرج هذا هبلتونا، قالكم السيد لا لوميير ناقصة وكاع ما حبيت كاع يفهم. السلام عليكم، مباشرة الأخبار الجزائرية وان بلغة دارجة فوالا. سلام صح الغاشي، نتمنوا تكونوا أنتيك يا أخو. الأخبار تاعنا اليوم نبداوها بأخبار كيشغل على بلادنا الجيري. الجيري هي بلادي، هذا جنجل يا خو الرئيس تاع جمهورية بريطانيا العظمى الشيخ كولين فارح بزيارة تحويسة وفيها يلفت قرقيب ما إلى أرض الوطن، وصرح لكاميرا جزائرية اللي هي كاميرا سوني إريكسون. شاهدوا معنا هذا التصريح. ما أدريش لي مويس. I am very happy to be in Algeria. أو يقول لكم بلي زعما راه فرحان كي جا الجزائر. يا قيو. The relationship between Great Britain and Algeria. أو يقول لكم علاقتنا مع الجزائر الله يبارك. شغل أنتيك وأنتم شعب أنتيك الله يبارك. It's very advanced technology in Algeria. أو يقول لكم حنايا متخلفين وأنتم متحلبين، فهمتني؟ والجزائر إن شاء الله تحلب لنا في لا تكنولوجيا هذه. صح. وقد استقبل السيد نيزي في سبيسيو سمعونا، وقد استقبل السي كولين فارح بمطار الجزائر سيد فرحة وزهوة مدير الاستقبال في الجزائر، وأدى بهذا التصريح. حقيقة بفضل التجربة تاعنا والحنكة اللي عندنا في الاستقبال ولتاي، وكذلك البنات الصغار يلبسوا الجبب تاع القبائل ويجيبوا التمر، يعني تمكننا من انه نقوي العلاقات التي بيننا وبين جمهوريه بريطانيا العظمى. يا الخوار غير يخرط. وواصل في الاخبار في نعم تفضل يا اخو. في كيما يدير في اخبار الاقتصاد. في اخبار الاقتصاد يا اخو، قالوا لك البيطولا وطلع ب 1 دولار. وين؟ او هبط يا الخو. او طلع ب 1 دولار. او هبط يا الخو. او طلع ب 1 دولار. او هبط يا الخو. نواصل الاخبار. حملة مقاطعة السيارات متواصلة. نعم يا اخو، وراهي نجحت والاسعار بدات تطيح في السوق تاع تيجلابين كما ركز عليها وزير تيجلابين. وحملة أخرى انطلقت بعد نجاح هذه، خليها تصدي. حملة أخرى لمقاطعة شرب الخمور، حملة خليني صاحي. وحسب بعض الأخبار فإن أسعار الخمور بدأت تهبط والخابط راهو فرحان. شوفوا معنا هذه الصور. شكرا. ولكن رغم هذه نجاحات الفكره، واحد السيد ما فهمهاش وخلى مخه تصدى وراه في حاله كارثيه بمستشفى مصطفى تشانكان. ممتاز. اما في اخبار العالم. في اخبار العالم، الرئيس الروسي فاز في الانتخابات راهو انتيك، والرئيس تاع مصر السيسي فاز في الانتخابات راهو انتيك، أما رئيس تاع الأمريكي دونالد ترامب فإنه فليكس سوميل وعيط للرئيس للملك تاع السعودية سي سلمان. يا هلا بي، هالو هالو بورتو بورتو، مش بورتو، إيه يا دونالد، شو أحوالك؟ شو أحوال إيفانجا يا حبيبي؟
بوندا لو ترم صح اخو صافا شويه كيفاش سلمان لا فامي راهم لا ما تجبد الفاميليا استحي يا ضلالي شكرا كانت اخبار العالم ونعود الى اخبار الوطن وفي اخبار الثقافه مع الزميله ربيعه دعدوع ربيعه دعدوع اين انت الله فقر على راه الميكرو اسمح لي يونس والله ميم با لا بار ما لحقتهاش ديريكت سلفت لا طوندوز للسيد مومار الزحاليس فوالا دونك اخبار الثقافه معايا انايا عاود هذيك ربيعه دعدوع ربيعه دعدوع نعم اخبار الثقافه اخبار الثقافه الثقافه خويا تخربي لي تعطيني هاي تخدم كرونيك انا دكتور تمسخروا بيا الثقافه واش كاين الثقافه السينما لا تعرف قال لي واش قال لي العساس قال لي نخرج بكري ما تفرجش فيلم والو شنو ما الثقافه هذه صوميل في خاطر الحباب وفي خاطر ليكيباج هذه هي الثقافه خويا العزيز غير ما تخرطوش علينا بقى الثقافه هي سيبو وعلى خير خلاص نعاودوها اوكي لكن في اخبار الرياضه عندنا خبر اخر في اخبار الرياضه في البطوله الوطنيه للقسم الاول خلاص في الاخبار الامنيه لا لا مازال اوكي اما في رابطه ابطال اوروبا كابتن ماجد كابتن ماجد بين قوسين رونالدو مليح راني مسودي والله طلعت انا راني وقينا تكسرت يا نروحوا انا في الاخبار الامنيه في الأخبار الأمنية أرقت قوة الأمن القبض على جماعة أشرار تتكون من ثلاث أشخاص كانوا تجروا ويروجوا للممنوعات صافودير الزطنة وما يسمى الغرس ولا الشيكولا تفرجوا معنا هاد الصور هاي الكاميرا السلام عليكم هنا قوة الأمن تمكننا من القبض على جماعة أشرار متكونة ثلاثة أشخاص كانوا يروجوا في المشروعات في الممنوعات منهم سيد سي سليم المدعو بالهدهد اللي كان يتاجر في الكاوكاو كان فيه شوية غرس الأخت الأخت تنو المشهورة ببوعمامة واللي كانت تسرق القطط أما المجرم الثالث وهو رئيس العصابة إنسان خطير جد خطير يعني يا ربي استعملنا دبابات باش نحكموه وخرجت على فرون ونسكت اللي هو سي دمو المشهور بسيف الدولة الحقار وبفضل المجهودات يعني قضينا على هذه المجموعة الوسمو إن شاء الله الحبس يأكلكم شكراً كانت هذه أخبار مازال حال نعم عاجل سمعونا ما عندناش لي موي عاجل قالوا لك بلي كان هناك تغيير حكومي والله جماعة راعت وجماعة جات السلام عليكم شكرا للسيد يونس كلنداري على اخبار الدارجه نتمنى انه فقط تبرم هذه الجرحه اللي راهي فيك راه كمل معليش نوضح حوايجي برك علاش لا ما كوبيوش والو ديرها صحه ما شكرا جزيلا لكمال عبدات فاصل ونرجع